Gnome Talks. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنو توكس. سنفتتح على بركة الله دورة جيم تولز، والتي سنتعرف من خلالها على أدوات الجيمب وطريقة استخدامها لتسهل على المستخدمين الولوج والتعرف على هذا البرنامج. وهو لمن لا يعرف، هو برنامج خاص بالتصميم والتعديل والتركيب الصور. وكأول أداة سنبدأ بها، والأداة التي ستكون افتراضية عند فتح البرنامج والتي نستخدمها كأول أداة، وهي أداة Move Tool، وهي نستخدمها في تحريك Layers أي الطبقات، و Selections أي الأجسام المحددة، بالإضافة إلى أجسام وأغراض أخرى نستخدمها من خلال هذه الأداة وهي Move Tool. أول شيء نقوم بجلب صورة أو إنشاء لاير جديد من خلال New، ثم نأتي إلى Template إذا أردنا قياس محدد. أنا سأختار قياس 27 بي اتش دي أي 1180 على 720. هنا اختيار بورتري أو لاند سبيس فيرتيكال أو هوريزونتال. من خلال أدفانسد أوبشنز أو الخيارات المتقدمة نأتي إلى فايل ويد. من خلال باك جراوند كولور يمكن أن نتركها باك جراوند كولور تكون باللون الأبيض، أو نختار ترانسبارنس نختار خلفية شفافة، ثم أوكي. هنا خلفية شفافة، ثم بعدها يمكن أن نأتي بالصور أو الصورة التي نود. هذه هي الصورة كما تشاهدون، فالصورة هي أكبر من حجم اللاير. نأتي إلى اللاير أو الطبقة التي بها الصورة، نأتي إلى سكيل، ثم نقللها إلى نزيل هذه العلامة السلسلة لكي يتم تحديد الارتفاع والعرض والارتفاع بشكل تلقائي. هنا نكتب 1280 ثم 720 ثم سكيل، سيتم تحجيم الصورة إلى القياس الذي اخترنا عليه الطبقة. نأتي الآن إلى الموف تول، من خلالها يمكن تحريك الصورة كما نشاء في أرجاء اللاير. للعودة إلى الخلف كنترول زي أو من خلال إيديت أوندو موف لاير، ثم نعود إلى الخلف. مثلا قمنا بجلب صورة أخرى، نختار مثلا صورة أخرى، نأتي إلى File ثم Open as Layer. إذا فتحنا من خلال Open سيفتح لنا من خلال مشروع آخر، هنا سيفتح مشروع آخر بعلامة أخرى أي سيكون منفصل، لكن لنفتحه على نفس المشروع سنحتاج إلى الذهاب إلى Open as Layers، ثم نختار مثلا هذه ثم Open. نقوم الآن بتحريكها. إذا ضغطنا هنا سنحرك الصورة الخلفية، إذا ضغطنا على هذا الشعار أو سبسكرايب اشتراك سنقوم بتحريكه. لكن إذا كان شيء صغير ونود تحريكه ولا يمكننا التقاطه بسهولة، فكيف سنقوم بذلك دون التكبير والحاجة إلى بذل مجهود أكبر؟ نأتي إلى Move to Active Layer، بمعنى نحرك الأداة أو نحرك اللاير المحدد. عندما نأتي لهذه الخاصية Model Active Layer، هنا اللاير المحدد هو الذي سنحركه، حتى وإن ضغطت في مكان آخر فسيتم تحريك اللاير المحدد دون غيره. إذا اخترت اللاير الآخر حتى وإن ضغطت على الصورة
فسيتم تحريك اللاير المحدد. إذا رجعت إلى بيك اللاير أور جيد سأحتاج إلى الضغط على اللاير لتحريكه، وإذا ضغطت على اللاير الآخر فسيتم تحريكه. هنا هذه الأداة أو هذه الخاصية تساعدنا على تحريك الأدوات أو تحريك الأجسام الصغيرة دون حاجة إلى تكبير أو بذل مجهود أكبر. هذا كان الدرس الأول حول الأداة الأولى Move Tool. في الحلقة القادمة سنتحدث عن أداة أخرى ونعرف طريقة استخدامها في أعمالنا. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.